ده باينه سويت نوفمبر ده ولا ايه؟ نوفمبر 2022 مصر والامارات ايد واحدة. محمد بن زايد والرئيس السيسي يشهدان اتفاقية مشروع طاقة الرياح في مصر. شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية مشروع من أكبر مشاريع طاقة الرياح في العالم، وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي على تويتر: شهدته وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدره 10 جيجا وات، وسنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة. الاتفاقية بين مصر والإمارات هدفها تطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدر 10 جيجا وات في مصر، واللي بيعتبر واحد من أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم. ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيير المناخي رئيس مجلس إدارة مصدر، والدكتور محمد المركبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر. وده على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 27 اللي تستضيفه مدينة شرم الشيخ. المشروع ده بيثبت الأهداف الطموحة للإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة، وبيتماشى كمان مع توجيهات قيادة الإمارات بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة. المشروع ده هيسهم في ترسيخ مكانة مصدر العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وده لأن الاتفاقية توقعت بين شركة إنفينيتي باور المشتركة بالمصدر الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وإنفينيتي إنرجي المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة حسن علام للمرافق والحكومة المصرية. مشروع رياح مصر هيدعم كمان أهداف مصر في مجال الحياد المناخي، خصوصاً في ظل رئاسة مصر دلوقتي لمؤتمر الأطراف كوب 27. محطة طاقة الرياح هتنتج بقدره 10 جيجا وات عند اكتمالها 47,790 جيجا وات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وهتسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. وهتوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر حوالي 5 مليارات دولار أمريكي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، وكمان هتوفر حوالي 100,000 فرصة عمل، فالعمالة المباشرة في مرحلة البناء هتكون حوالي 30,000 شخص. كمان هيتوظف حوالي 70,000 شخص بشكل غير مباشر، وبعد انتهاء مرحلة بناء المحطة هيكون في حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة. فالمشروع ده هيعود بفوائد كتير جدا على مصر من كل الجوانب. كمان التعاون بين مصر والإمارات بيخلي العلاقات بين الدولتين في نمو وتطور مستمر بينهم في كل المجالات. مصر والإمارات بيعملوا شيء العالم كله هيفضل فاكره، مش بس كده، ده كل الأجيال اللي بعد كده هتفضل تشكرهم على اللي بيعملوه، لأنهم بيكافحوا عشان يتخلصوا من التأثير السيء اللي عملته الدول الكبيرة في البيئة. مشروعات بتحافظ على البيئة والمناخ بحق وحقيقي، انتوا دمرتوا واحنا جايين وبنصلح وراكم. شغل عالي بصراحة، شغل دول رائدة ومشرفة بصحيح. وده كله بيحصل امتى؟ دلوقتي في مؤتمر المناخ وفي مصر ام الدنيا قدام العالم كله، بعد ما في ناس كانت بتقول مصر هتقع. فين الناس دي دلوقتي؟ مؤتمر عالمي مشرف بحضور مسؤولين كبار من العالم كله في اتفاقيات بمشروعات عالمية عملاقة، وأعظم الدول الاقتصادية حط أيديها في أيدين مصر. حاجة حقيقي مشرفة.